كثير من الحيوانات لها 5 أصابع، لماذا لا نقول أن الإنسان تطور عنها أيضا؟ التطور لا يقول أن جسم الإنسان يرجع إلى أي من الحيوانات أو الكائنات الموجودة حاليا، بل هي جميعها تطورت عن أصل مشترك واحد. والكائنات الحية التي لديها 5 أصابع كلها ترجع لسلف مشترك واحد تطورت عنه الأصابع 5. والتطور يحصل بالتدريج وليس دفعة واحدة، فالأصابع لم تظهر فجأة، بل تطورت من خلال طفرات متتالية في أجيال سلف مشترك لكل هذه الأجسام البيولوجية التي لها 5 أصابع. أي علميا هذه الحيوانات التي لها 5 أصابع والإنسان كلها لديها سلف مشترك يرجعون إليه جسمانياً.